معكم هذا حجي أمر إن شاء الله نرجع بالسلامة. الله يخلينا ياك يا أبو شاكر. سألنا الدعاء يا أبو شاكر. الله يخليك يا أبو شاكر. تفضل يا سيدي. تفضل حجي. لك يا أهلا وسهلا ومرحبا. هات اللبن يا ولد. جهز. الله يرضى عليك. حتى يبل له ريقهم. تفضل روحي. هات هات عمو هانس. ان شاء الله نروح ونرجع بالسلامة يا ابو شاكر. الله يخليك ويسلمك ويطعمها لك المشتهي الهي. عقبال اهل الضيعة جميعا. والله والله واجبكم غالي. واجب اهل الضيعة غالي يا ابو صبحي. الله وكيلك هالاكل جبته من ارقى المطاعم بالمدينة. اي والله الوزراء بتطلب منه هيك لكم يعني. بتضلك زعيم يا ابو شاكر. الله يخليك صحة وهنا ان شاء الله. تفضل حبيبي تفضل. عندك لبان؟ تفضل. والله فرحت لك من كل قلبي يا ابو شاكر انه الله هالسنة كتب لك تروح الحج. معناتها راح نصير رفقة، لانه مثل ما بيقولوا احلى صحبة هي صحبة الحج. لك يا اهلين وسهلين ومرحبتين. اهلا وسهلا ومرحبا. ما بدي اشوف تم واقف، كله درسه شغال، الاكل طيب والله، والاكل على قد محبه. اهلا وسهلا ومرحبا فيكم يا حبيباتي، يا روح قلبي انتو. لك يا اهلين وسهلين. اللي حبيبي تريد شي من الحج انت؟ سلامتك. لك والله انت اللي بتامر قول. تفضلت يا ابو شاكر. الفضل الله حبيبي. الله يخلينا. الله يسلمك. تسلم لقلبي ما احلاك. تفضلوا تفضلوا شباب تفضلوا. انت يا حبيب قلبي اللي لازمك شي من الحج؟ ايه بدي خدمة منك. لك ولو ألف خدمة تخدم شواربك يا روحي. بدي مسبحة بالأرض المصطفى. ايه وسجادة صلاة من مكة. ايه على عيني وراسي. إذ ما بيصير سئلة. ما بيصير سئلة وسجادة مطرزة. الله الوكيل. لك على عيوني. أهل الضيعة على راسي. عم بجاكر؟ أمور حبيبي ملحم. خليلي ياك إذا ما بيصير سئلة بدي منك حنجور مية زمزم وشوية تمر من اللي بحبه القلبك إذا ما بيصير سئلة يعني. لك على عيوني وراسي مو حنجور، حنجورين يا ملحم اثنين. وأنا بدي خاتم فضة من مكة المكرمة. لحظة لحظة هيك ما بيصير منو. تعال أقلك شاكي. نعم يا بي. فوت لجوا الله يرضى عليك. جيب ورقة وقلم مشان سجل تواصي أهل الضيعة الكرام، لأنه هيك ما بيصير. شو الواحد عقله دفتر أبو الصبحي؟ ورقة بشاكر. أمرني حبيبي. شو ما بيطلع علينا بدك تاخدها؟ ما تقولي بكرة هدية ومبدية. لا ولو. أنا ما بحب تغلط على حدا. لا 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 ولو طلباتك أوامر حبيبي. لك ليك شلون بيحكي يا أبو الصبحي. ماشي. يا شباب ختامها مثل مثل ما بيقولوا المشايخ، في معدة خلوة لا يملأها إلا الحلوة. هات الحلوة يا ولد. يلا ثواني ثواني معدي بتكون عندك. يا عوام شو رأيك بالعزيمة تبع اليوم؟ قلي لي بصراحة. تعيش وتعمل عزايم. اي طبعاً لكن يعني معقول خلي أبو صبحي العرموشي يفوش علي وأنا عم بتطلع بعيوني؟ أمتى موعد السفر؟ بعد أسبوع بإذن الله. بقى يا شاكر الله يرضى عليك. هي ولك تنزل عالشام بكره بتجيب لي الباسبور من الداخليه وبتدفع حقتك الطياره وبتجيبها. ليش لهلا ما حجزت بالطياره؟ بلا حجزت بس ما دفعنا حق التكت لسه. حطي لي عشاء. الف مبروك. سلمني على الوالد. ها هي سام الهدايا. راسي يعطيك العافيه معلم. الله يعافيك. شو الاسم؟ لا الفيزا مو باسمي، باسم ابي. مسعود 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 مسعود. ليكو ليكو مرق مرق مرق. تفضل. يسلم. مع عدم الموافقة. شو؟ هيك مكتوب عندي مع عدم الموافقة. شلون يعني مع عدم الموافقة؟ يعني كل الناس تروح على الحج إلا أبي؟ لك حبيبي لا تاخذ طاقتي معي، هيك مكتوب عندي مع عدم الموافقة. بدك تراجع بالأمر تراجع بكرة من بعد الساعة 12 بالمديرية. 12 الظهر؟ إيه. شكرا. الله معك. السلام عليكم. اهلين. مثل ما عم بقول لك يا ابي ما اعطوك الموافقه. ولك تنعطى لطشه ان شاء الله. شلون ما اعطوني الموافقه ولا؟ يا ابي ليش عم تبهدلني؟ لي انا شو دخلني؟ شو اعمل؟ لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. وينك؟ روح لعند هذا ابو موفق. عرفته؟ لك هذا السنكوح يلي بيتدين مني مصاري على الطلعة والنازلة.
ايه هذا بيفهم بهالشغلات، بقى خليه يفهم شو سبب رفض المعاملة يتفشها من عنده، فهمت؟ ايه هلا انا رح احكي معه. امرك يا بي امرك. ماشي الله معك. لا رأيت ولا شيء طول الليل وأنا سهران عم أضرب أخماس بأسداس. طيب شو رأيك إذا عطيتك هالحل؟ حل شو؟ افطار بالأول وبعدين نحكي. ما بدي أفطر هلأ، صادي نفسي. احكي شو هو الحل؟ اسمع أنا رأيي بس يجي موعد سفر الحجاج إنك تسافر. لو بدي سافر؟ لك شو جنيتي أنت؟ جنيتي على الخالص؟ ضربوا فيوزاتنا يعني؟ لك مو تسافر للحج، تسافر على الشام لحالك كأنك يعني رايح على الحج وبترجع بعدين بالليل بعد ما يسافروا الحجاج بدون ما حدا يشوفك. أنا بخبيك عنا بالعلية، لعلمك العلية ما حدا بيفوت عليها بنوب. ايه وبعدين؟ بتضلك عايش بهالعلية هيك لحتى يرجعوا الحجاج، بعدين بتنزل قبلي بيوم على الشام، بس هالمرة على السوق، بتشتري الهدايا كلياتها اللي سألوك عنها وطلبوها منك، سجاجيد، مسابح والذي منه. معلومة الهدايا تبع الحجاج كلياتها سورية، تجار سوريا هن اللي عم صدق. رح تشرحي لي الاستيراد والتصدير؟ ايه وبعدين؟ بعدين بترجع عالضيعة حامل ومحمل. يعني لازم انحبس فوق بالعلية طول فترة الحج؟ ايه لكان، حتى أولادك شاكر وهند ما لازم يدروا بالقصة بنوب، وأنا إلك علي كل يوم طلع لك أكلك وشربك بالسرقة. اسمع، ولا حركة ولا صوت، ما لازم حدا أبدا يحس بوجودك. ها عم تمزحي يعني؟ قسما بالله فكرة عجبتني. يخرب بيتك، لك شلون خطرت لك؟ هلأ قلي إمتى بدنا نسافروا الحجاج؟ بعد بكرة. حلو حلو كتير. أنت ما بتقول إنك رايح مع فوج أبو صبحي؟ لا، بتقولن أنا رايح مع فوج تاني وما عم طوف تاني. شو قلت؟ كتير دارت لي الفكرة يا أم شاكر، مو شوي كتير. شلوني معك؟ يسلم لي البطن يلي عملك. أنا من جهتي موافق، لأنه مو معقولة أبو صبحي يحج وأنا قاعد بالضيعة عم خصي عجول. يلا مد إيدك على الأكل وكل قبل ما يبرد الشاي. صباح الخير. صباح الخيرات. شو الحلاوة لك بنتي؟ عيونك الحلوة يا بابا. تسلمي لي حبيبتي، تسلمي لي. شو شايفتكم فايقين بكير اليوم؟ ايه امي ايه، هلأ ها هلأ اجانا تليفون من مكتب الحج تبع الفياز، باركي له لأبوكي وافقوا له على فيزة الحج ومشي الحال. صحيح بابا، ألف مبروك ألف مبروك. الله يبارك فيك يا بنتي. لكن لفوت خبر شاكر. شاكر يا شاكر. خرب بيتك على فكرة، منين خطرت لك؟ ماشي الحال، يسلم وديتك بابا. ايوه يسلموا الايدين. يلا روح ان شاء الله تروح بسلام. اهلا وسهلا. الله يخلي لي اياك. ادعي لنا على عرفات بس انسانا شاكر. لا ولو يا اهلا وسهلا ومرحبا. يلا يلا ابو شاكر دوبنا نمشي. يلا يلا دوبنا نمشي، بس يعني ما بدي احد يعذب حاله ويروح معي، انا بعرف الطريق. يعني ما بدك تروح معي يا اخي، جبنا معنا سياره مشان نوصلك على الشام ونأمن عليك. شكرا شكرا حبيبي، انا ما بدي حدا يتعذب مشاني رجاء يعني. ولا يهمك عمي، انا رايح معه. لا لا بابا بابا، ليش تروح معي انت؟ ما بدي حدا يطرق مشوار مشاني منوب. ليش معقول بابا؟ معقول ما اروح يعني بابا؟ خده معك بيونسك على الطريق. ولك يا حبيبتي يا بابا، ما بدي حدا يونسني، هنيك في عالم عم ينتظروني رح ياخدوني معهم، فشو لزوم تقيس الطريق وترجع؟ يلا ماشي الحال. يلا يلا السلام عليكم. سلام يا بي. خاطرك ام شاكر، خاطرك ديري بالك على حالك. فهمتي علي؟ فهمتي؟ مع السلامه يا زميلي. يلا باي باي. يلا مع السلامه يا بي. الله يوفقك. الله يوفقك. مع السلامه. Thank you.
بيت هالشناتي شو حاطة فيهم حديد؟ انكسر ضهري من رأس الشارع لهون، ما قلت لي خفف في وزنهم؟ ما استرجيت، خفتوا تحت الشلوة على شيء. ناموا الأولاد نايمين من زمان. يلا يلا حط يلا يلا لا تخافوا، حط على شيء صوتا لا تخافوا. جوعان كتير يا أم شاكر. قولي على قلبي. اي والله حيات عينك، رح أحضر لك أحلى عشاء. هلا يلا بس فوت على قلبي. ايوه يلا أبو شاكر، لبين ما انا جيب لك العشاء. بس عجلي ها، بلشت عصافير بطني تزقزق. قولي على قلبي ان شاء الله ريت قلبي ولا انت. تسلمي لي. صباح الخيرات. حدا شافك؟ وطي صوتك. ما عم بسمع منيح كنت. وطي صوتك عمي. طيب حدا شافك من الاولاد؟ لا لساتهم نايمين، انا ما بقدر اقعد معك كثير، خايفه حدا منهم يفيق وما يلاقيني. قديش بدي طلبي هالاوضه دايت خلاقي من هلا؟ شو هي دايت خلاقي؟ لسه ما قلنا بسم الله، طول بالك. يلا بدك شيء انا بدي اروح. لا لا وين رايحه؟ بدي افطري معي. ما بقدر تقبرني، ما بقدر. طيب وينك؟ جيبي لي بطاريات الراديو. هالوقت انضرب انت التاني. لك ما بدي انضرب ولا انضرب على قلبي، بدي اسمع شو صار بتقرير ميلس وساحة الامويين. يا ترى خلصت لسا ولا يا ترى لسا؟ يا ترى طول بالك شو صاير لك. خلص رح جيب لك بطاريات تكرم عيونك تقبرني. ماشيك وعاك تشغل الاضاوي. ها نعم الاضوية مو الاضاوي. وعاك تشغل الاضوية. طيب ماشي الحال. اذا احتجت اي شي بتشغل البيل مو احسن؟ على وقتك. دايت خلاقي من هلا.
هند يا هند. مرحبا، ليش تخرب؟ قلت لحالي هيك أحسن، بيكونوا كلهم ناموا. مش تقتلي؟ بس اشتقت لك ليل نهار عم فكر فيك. بتصدقي امبارح شفتك بمنامي؟ وشو هو هذا المنام؟ لا 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 تسأليني، ما بينحكى بنوم. خلص بقى احكيلي، عن جد بزعل منك. طيب هاتي ابنك. عن جد منامك فظيع. بس حلو ما؟ ما بعرف. مرعب؟ عيون مرعب. بتحبني؟ بموت فيكي. ما بصدق. شو بدي احلف لك؟ وحياتك. خلص خلص صدقتك، كنت صوتك. هند حبيبتي فهميني ارجوكي، شو بيطلع بايدي يساوي اذا ابوكي ميبس راسه وما عم يعطيني اياكي؟ هلا صحيح بابا ميبس راسه، بس قالوا للمسمار يا مسمار ليه بتفوت بالحياة؟ قال لهم كتر الدق اللي وراي، يعني انت كمان عم تحكي موضوعنا زياده. خلص حبيبتي بوعدك، بس ابوكي يرجع من الحج رح بتصرف. هلا المهم تعي نتمشى شوي، نقعد شوي بالعتمه تحت التوته. قال تحت التوتة قال وبالعتمة بده يقعد الحيوان. يخرب بيتك شو حمار حمار وقح. أخ لو كنت موجود. أخ قاعدين تحت التوت. كول تقبرني كول. ما بدي اكل هلا تركيا من ايدك. ليش هيك عم تفور وتغلي؟ الله وكيلك يا ام شاكر، ما نمت طول الليل والحيوان ابن اختك ضل عنا شي ساعتين ساعتين واكثر. قلت لك 100 مره بنتك عقلي ما بينخاف عليها، بعدين الولد بيضل ابن خالتها. وإذا كان ابن خالتها يعني تشرفنا. بعدين أنا مالي مانع. طيب طيب مالي مانع أنا تشوفه، فكيف هيك بغيابي عم تشوفه؟ بدك شي؟ أنا بدي روح. لا ما بدي شي، روحي. وينك؟ لا تقفلي علي الباب، عم حس حالي كأني محبوس عند الحكومة. ما رح أقفله ما رح أقفله. ساعتين ساعتين. شو فيقوا هذا ابن الصليل وفايت على اوضتي على روز اصابيعه؟
يخرب بيته ما ارزله. ولك عم يسرقني يا عالم، شاكر عم يسرق ابويا خلق. ولك وين عيونك يا ام شاكر؟ بس اخ اخ لو كنت موجود، يا ريتني كنت موجود. لا ستي، مو صحيح هالحكي. لا ستي صحيح وستين صحيح، اصلا جوزك هالفاجر وحس 60 مره ما رح يقدر يمسح ذنوبه. ام صالح لا تطولي لسانك احسن لك. ها انا مالي عم طول لساني، انا عم بحكي الحقيقه. مرتي عم تحكي الحقيقه، كمان معقول جوزك يستغل فور هالمسكينه بحاجتها ودينها بالفايز وياخذ منها 50,000؟ لو شو قلت له داخل على عرضك يا ابو شاكر، انا بدي اعمل عمليه لجوزي، بقى لا تاخذ مني كثير، بيقوم النصاب ياخذ مني اكثر من كل العالم. لا قوم اضعها ورقه بالمبلغ على اساس دين، لك الله يلعنه ويلعن عمايله. طبوا لسانكم وبلعوا احسنكم، مستحيل جوزي يعمل هالعمايل. وليش مستحيل بقى؟ كل الناس بتعرف سيته الا انت يا مسكينه. لا وحماته اللي هي ام مرته والمفروض تدافع عنه بتقول عنه دور وبغل لك وما بتطيق ذكره، وبتقول انه عشك عشة الكلاب وانت ساكته. خسيبلي خسيبلي كيف قتلك ان شاء الله. وين ما خرست يعني؟ يمكن تعمل لك كفي. يلا وليه؟ يلا ننعي من هون كلياتكم، ننعي. لا ستي ما راح نروح من هون لحتى ناخذ الورقه اللي جوزك مطاعه عليها. بدكم تروحوا غصب عنكم ورجلكم فوق راسكم. لا ستي ما راح نروح. والله لا اطلب ركان الشرطه، والله انا بورجيكم. ابعتوا البحر، انا بصرخ البحر. لك بس بقى يا كلاب، شو صار لكم يخرب بيتكم؟ بسيطه بس ارجع من الحج انا بورجيكم. أبو شاكر هلأ هيك صرت أنا بنظر الناس؟ هيك أخذين فكرة عني؟ معقول تتبهدل مرتي من تحت رأسي؟ معقول أولادي يحصوني وما يصدقوا إمتى سافر حتى يفلتوا على كيفه؟ معقول الناس تستفتح حياتي لهالدرجة؟ هيك يا أم شاكر صرت أنا بنظرهم هيك؟ ولا يهمك يا أبو شاكر، يمكن كانت هالقصة ضرورية إلك حتى تصلح أمورك. يا مشاكر الناس هاجت علي بغيابي وكأني مالي موجود، مالي موجود بنوم. بعيد الشر عنك، ولا يهمك، لسه قدامك فرصة كبيرة. إن شاء الله السنة الجاي إذا حجيت راح تروح وإلك وجود بأذهان العالم كله، تصرفاتك بأفعالك فعل الخير اللي لازم تتركه وراك، راح تكون هيبتك موجودة وقدك واحترامك موجود، راح تكون الغاية بالحاضرة بإذن الله. وتذكر هالحكي. خجلان كتير يا مشاكر، أقسم بالله ما عم بمزح، كتير خجلت بحالي.